تقرير صوتي الحقيقه لفوز البنات امس على نادي الصيد. الحقيقه التقرير ده هيوضح لحضراتكم امور كتير، وكان في لقاءات مع اللعيبه. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم. سيدات طائرة الأهلي يحققن العلامة الكاملة بحصد الثنائية المحلية. نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمد الصافي المدير الفني في تحقيق لقب كأس مصر بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره فريق الصيد بنتيجة 3-0 مساء أمس الثلاثاء، لتضيف فتيات الذهب سطرا جديدا من سطور المجد، حيث لا صوت يعلو على صوت سيدات طائرة الأهلي بعدما نجحنا في تخطي كافة الصعوبات التي واجهت الفريق هذا الموسم من توقف النشاط، إلا أنهن كالعادة تمكنا من تحقيق بطولتي الدوري وكأس مصر والجمع بين الثنائية هذا الموسم، معززا رقمه القياسي في التربع على عرش الكرة الطائرة المصرية بلا منازع. كان الفريق احتفظ بلقب بطولة الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في كافة مبارياته دون خسارة تذكر. وفي بطولة كأس مصر حافظ الفريق على سجله خالي من خسارة أي شوط بعدما استهل الأهلي مشواره في كأس مصر هذا الموسم بالفوز على الشمس بنتيجة 3-0 في دور ربع النهائي، والفوز على فريق الجزيرة في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0، والفوز في المباراة النهائية على حساب فريق الصيد بنتيجة 3-0. قائمة الشرف لأبطال الثنائية هذا الموسم: الجهاز الفني، حمدي الصافي المدير الفني، ياسر صلاح الدين مدرب عام، أيمن فؤاد مدرب، رانيا عبد العزيز مخطط أحمال، مي محمود حسني محلل فني، إيهاب حسن مدير إداري، أشرف عباس إداري، هدير وحيد طبيبة، منة الله عادل أخصائية العلاج الطبيعي، منى مراد مدلكة. بينما ضمت قائمة اللاعبات نهلة سامح، آية الشامي، شروق فؤاد، فريد العسقلاني، مريم مصطفى، رنا الجهري، سارة أمين، رحمة حسن، مايا ممدوح، مروى مجدي، مريم متولي، سلمى مسعد، دانا شوقي، سهيلة وفيق، ميار خليفة، مي محمود، فريد الحناوي، ندى وليد، ملك مرجان، وهدير يسري.